واجهت وزارة التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمجابهة الطقس السيء واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات. أوضحت الوزارة أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى توقف الأمطار في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة والدقهلية، بينما يتواصل سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وغلق ميناء شرم البحري لارتفاع أمواج البحر، مع سقوط أمطار خفيفة في حي الجمرك وحي شرق محافظة الإسكندرية، وأيضا بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مع استمرار العمل بميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة.